مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم رغد من قناة تفاصيل تيوب. حنحكي بفيديو اليوم عن معلومات وحقائق وتفاصيل ما بتعرفوها عن كات من فريق أصدقاء للأبد، وعشان تعرفوا كل هالتفاصيل كملوا الفيديو معي للآخر. سبق وحكينا بالفيديو اللي قبل هاد عن كيفن وعرفناكم عنه وكشفنا لكم أسراره، ولأنه بالفيديوهات السابقة طلبتوا منا نحكي عن كات ونعرفكم عنها، رح نختص بفيديو اليوم بتعريفكم عن كات ورح أكشف لكم أسرارها ورح نجاوبكم على أسئلتكم. مشان هيك خلوكم معي لآخر الفيديو. كات أحد الممثلين والمشاركين في قناة أميغوس فوريفر أرابيك، أوكرانية الجنسية، فهي من أب أوكراني الجنسية وأم أوكرانية الجنسية. مسيحية الديانة، فعائلة كات جميعهم مسيحيين الديانة. غير مرتبطة أو متزوجة، فهي ما زالت بتكمل دراستها في مدارس أوكرانيا، وهي مجتهدة جدا في دراستها، فهي دائما بتحصل على شهادات تفوق وتميز من مدرستها، وهي محبوبة جدا من مدرسينها ومعلمينها أصدقائها. ظهور كات في القناة. كات انعرفت بالفترة الأخيرة بشكل كبير، وهالشي بسبب ظهورها الخفيف في أول القناة، لكن بالفترة الأخيرة كات صارت تظهر بالفيديوهات بشكل أكبر وأكثر من السابق. وبالنسبة للي سألوا هل كات بتجمعها علاقة خلاف مع القناة وفريقها، الجواب هو لا، بس الفكرة إنه كات بتحاول تختار الشخصيات اللي رح تقدر تمثلها بشكل متقن بالفيديوهات، وانشغالها بدراستها وحياتها الخاصة هاد سبب تاني. خلونا نحكي هالقيت عن بعض الأشياء اللي بتحبها كات. أولاً كات بتحب قراءة الروايات بشكل كبير، وبتحب متابعة القنوات اللي بتخص الفضاء والكون، فهي عندها فضول لمعرفة الجانب المظلم من الفضاء، وبتحب جداً التخيل والتأمل، وبتحب كتابة الشعر. غير هيك كات بتحب المناظر الطبيعية بشكل كبير، بتحب أيضاً الميك أب، وأكتر شي بتحبه في المكياج الآي شادو الزهري، وبتحب الموضة وبتحب تتبعها بشكل كبير. وكات بتحب دائما تكون جميلة ومرتبة وملفتة للأنظار، وهي بتحب الترتيب في كل شيء في حياتها، في دراستها وفي وقتها، فهي بتحب تكون وقتها منظم ومرتب، وبتحب الترتيب أيضا في كل أشيائها الخاصة، وبتحب الأكل الصحي والسلطات والمشروبات الساخنة والباردة، وبتحب الكجول بلبسها أكثر من الرسمي والفساتين. ومن الألوان اللي بتفضلها كات الألوان الفاتحة، وهي بتحب السفر والتنقل وزيارة البلدان العربية، وبتحب تزور الأماكن الأثرية والقديمة. هالقيت خلوني أحكي لكم عن بداية كات في القناة والتمثيل. مثل ما حكيت لكم كات كان ظهورها في القناة خفيف، وهالشي بسبب انشغالها اليومي. غير هيك والدة كات كانت تعرف إنه كات بتمتلك موهبة التمثيل، لكن ما كانت حابة إنه كات تخوض تجربة التمثيل حتى لا تضيع وقتها فيه، لأنها لساتها ما خلصت دراستها وجامعتها، فخافت إنه يأثر التمثيل عليها سلبيا. لكن كات بعد ما خاضت هالتجربة أثبتت لوالدتها إنها بتقدر توازن بين دراستها وحياتها. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم. ما تنسوا تشاركوني رأيكم بالتعليقات وتحكوا لي هل بتحبوا كات ولا لا، وشكرا لمشاهدتكم. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد.